إلى فيديو آخر مشاهدينا منتشر بشكل كبير للإعلامية شيماء العبيدي. طبعا هذا الفيديو اعتبر البعض مسيء للمؤسسة العسكرية. نشاهد. هذا الفيديو محمد شوفوا هذول، هذا الفيديو خاص لابو محمد. شوفوا شلونه يقدر يفتح حلقة. كلكم متابعة، والله لا ما سويتوا متابعة اليوم اشيك الانستغرام ترتفعي ولا. العبيدي بعد حذف الفيديو من صفحتها في تيك توك ظهرت بفيديو جديد تناشد رئيس الوزراء وتبرر موقفها من هذا الفيديو. لنشاهد سويا. أنا الصحفية شيماء العبيدي مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء، أنا أتعرض إلى هجمة شرسة، أكو ناس تريد تقطع رزقي وتريد تأذيني، وأنا ما عندي أحد. أنا مريه وما عندي أحد، بس الله سبحانه وتعالى، وأريد أوصل صوتي لحضرتك. صورت فيديو خاص بي مع ابن حماية بالكلية العسكرية، تأول هذا الفيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين أني أحكي عن الجيش وأذية الجيش وأتكلم كلام أبداً ما حلو، بالإضافة إلى نزلت صورة حضرتك اللي أني تشرفت والتقطت بها، التقطتها مع حضرتك بمعرض الكتاب. وإذا بأن أنت داعمني على الغلط والكلام المحلو، وهذا أكبر دليل بأن هم يريدون يأذوني ويريدون يقطعون رزقي.